السلام عليكم خاوتي واخواتاتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم إيكغيك تي دي زد. كما عودناكم ودائما خاوتي، جبنا لكم أهم الأخبار. حرب ضخمة تندلع في النيجر بسبب إسرائيل، والحدود الجزائرية الآن راهي في خطر كبير. في الأخبار أيضا، محطات شحن السيارات الكهربائية راح تكون باطل، يعني مجانية، والسيارات الكهربائية راح تدخل إلى الجزائر بقوة بعد تنويع بناء البنى التحتية. أخيرا في الأخبار، وبعد غضب الجزائر من السويد والتهديد بقطع العلاقات، السويد ترد على الجزائر وتبرر أفعالها. كما شفتوا خاوتي، هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم. أما لا، لازم تقعوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا كامل التفاصيل. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو خاوتي، راكم تعرفوا الكود، أدعمونا بالضغط على زر الإعجاب ولا تضغطونا على زر اللايك. هذا راح يدعمنا نصدوا كل حملات السينيال، وزيدوا شاركونا رأيكم في التعليقات، هذا مهم أيضا، فنحن نقرأ جميع التعليقات. شكرا. قبل ما نطول عليكم، هيا إلى التفاصيل. في الخبر الأول راح نبدأكم بخبر يطلع على المورال. كما لبيكم في الآونة الأخيرة، رئيس عبد المجيد تبون أعلن أنه راح يكون هنالك دخول السيارات الكهربائية بقوة، وأن أيضا الدولة ستشجع الجزائريين على شراء السيارات الكهربائية. لكن خاطي، السيارات الكهربائية كما لبيكم غاليين بزاف، يعني راهم غاليين حتى من السيارات الأخرين، يعني تاع البترول ولا تاع الغاز. الأمر اللي خلى رئيس عبد المجيد تبون يتخذ قرار آخر، وهو أولا بناء البنى التحتية. يعني هذا كان من أكثر الانتقادات اللي واجه الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص مشروع إدخال السيارات الكهربائية، هو أنه الجزائر يعني ما عندهاش وين تشارجي الطنوبيلات، يعني اللي شارجير تاع التريسيتي هذوك ولا تاع اللي يشحنوا السيارات ما كاشهم. لكن الجزائر عاولت تبني 300 هذا قبل ما يخلص عام 2023، وأيضا هي معاولة تبني 1000 محطة كهربائية قبل ما يخلص 2024. يعني هذا حقا راح يكون شبه كافي باش يلبي رغبات شخص حاب ينتقل الى الجزائر كاملة بالسيارة الكهربائية. لكن ايضا باش تشجع الدولة الجزائرية المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، قررت انه تدير شحن السيارات الكهربائية مجانا. اتخيلوا خاوتي، ذوك زعما السيارة الكهربائية تشارجيها في اقل من 20 دقيقة تقدر تمشيك 700 كيلومتر، و 700 كيلومتر تسقام لك في الطنوبيلات تاع ليسونس 200,000، يعني في عوضة خلاص 200,000 باطل تقدر تمشي بها نفس المسافة، بل وبأريحية أكثر، لأن السيارات الكهربائية خاوتي فيها وسائل الراحة كثيرة جدا. ويعني صراحة خاوتي، لو تحقق هذا الأمر، طبعا يعني تم إنجاز كل هذه المحطات ودخول السيارات الكهربائية، لأنه رانا غير البندير في الريح، مازال ما شفناش طنوبيلات. لكن لو تحقق هذا الأمر، سيكون شيء إيجابي جدا، ومن بين أجمل الأشياء اللي دارتها الجزائر، لأنه كما راكم شفتوا في الآونة الأخيرة، الاحتباس الحراري راح رجع البلدان، وأيضا راح تكون يعني صديقة للبيئة، والجزائر تشجع عليها. وهذه هي الطريقة اللي الدول لازم تشجع بها المواطنين تاعها، تدير لهم تسهيلات تخليهم هم يحبوا يروحوا لهذاك الشيء. الآن أشرف وزير الطاقة والمنهج محمد عرقاب اليوم، يعني يوم الأربعاء، بمتنزه الصابلات بالعاصمة، على إعطاء إشارة انطلاق تشغيل أعمدة الشحن الكهربائي، وهذه بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووالي ولاية الجزائر والمدير العام لصنع الغاز. انتم خوتي، واش رأيكم في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. الآن خلونا نروح للخبر الآخر. في الخبر الآخر، راهي كان حرب ضخمة تندلع في النيجر، والحدود الجزائرية الآن أصبحت في خطر كبير. في الأول، الجزائر نددت بهذا الأمر طبعا، لأن هذا الحرب هي سببها الانقلاب. وسبحان الله خاوتي، احنا في إفريقيا عايشين غير يكتلوا في بعضهم. مثلا السودان صرا فيها انقلاب، ماتوا فيها بزاف ناس غير على جال الكرسي. زيد الآن راهي نضت حرب واحدة أخرى في النيجر. تبين لاحقا أن سبب الحرب في السودان كانت إسرائيل، فاحتمالية أن تكون سبب الحرب، يعني حرب هذه الانقلاب في النيجر، وراءها إسرائيل مرتفعة جدا. لكن يعني مازال الناس ولا الخبراء يتكهنوا حول هذا الموضوع. وبخصوص الحدود مع الجزائر، فكما قلت لكم هذا الأمر خطير، لأنه إذا صارت الحرب فديروا في بالكم بلي عدد الحراقة راح يطلع 10 مرات إلى الجزائر، خصوصا وان بين النيجر والجزائر يعني الحدود، يعني رانا لاصقين فيها، ما راح يكون هنالك عدد هائل تاع الهجره. ايضا وفقا لنفس المصدر،
أكدت الجزائر إدانتها لمحاولة الانقلاب الجارية في جمهورية النيجر، والجزائرية تتابع بقلق تطورات الأمور هناك. وأيضا أكدت الجزائر تمسكها بالمبدأ الأساسي التي توجه العمل الجماعي للدولة الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى وجه الخصوص الرفض القاطع للتغيرات الغير دستورية للحكومات. الآن جاء في البيان أن الجزائر تشدد على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسات لجمهورية النيجر، طبعا هذا مهم، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تتعرض لأزمة متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة. يعني الحرب الآن في النيجر خوتي راهي عنيفة وقوية جدا، حرب هذه تعالى الانقلاب. أيضا يأتي هذا البيان إثر محاصرة جنود من الحرس الرئاسي في النيجر للقصر الرئاسي في العاصمة نيامي حسب ما جاء في عدد من وكالة الأنباء، كما منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، يعني راهم محاصرين الرئيس تماما. واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في بعد فشل المحادثات، وتم منح الجيش مهلة للحرس وفقا لما أفادت به وكالة فرانس بريس. من أنتم أخوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، وبعد غضب الجزائر من السويد والتهديد بقطع العلاقات، السويد ترد على الجزائر وتبرر أفعالها. الآن كما قلت لكم خوتي في الخبر السابق، قلت لكم بلي الجزائر كانت غاضبة من السويد وقامت باستدعاء سفير السويد وأيضا سفير الدنمارك بسبب ظاهرة حرق المصحف المتكررة. ليس رئيس عبد المجيد تبون فقط أو الجزائر التي استدعت السفير، تركيا أيضا نددت بهذا الأمر وهددت بقطع العلاقات مع السويد. لكن قادر تقولوا لي بصح هذه لافوت تاع المواطن، الدولة ما عندها عليه؟ لا خاوتي، الدولة هنا يعني غمضت عيني على هذا الأمر، ما قامتش بإدانة الأشخاص اللي كانوا يحرقوا في المصحف، بل وشجعت على هذا الأمر من خلال حمايتهم بالشرطة. فإذا شفتوا الفيديوهات هذوك اللي كانوا يحرقوا في المصاحف، تلقى دايما يعني قدامهم الشرطة تحميهم، زعما مسميتها حرية التعبير. هذا الأمر خاطئ تماما، يعني لو كان زعما يحرقوا هذاك البايبل تاعهم ولا الإنجيل، تشوفوا ردة الفعل الحقيقية تاعهم. الآن راح نشوفوا ردة فعل السويد حول هذا الموضوع، يعني حول استدعاء رئيس تبون لسفير السويد، حيث تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي توبايس بيلستورم لتبرير حادثة الإساءة للمصحف الشريف. وحسب البيان فإن الاتصال جاء على خلفية استدعاء القائم للسفارة كما قلت لكم على جلال الرئيس تبون عيط للسفير. وقال بيان وزارة الخارجية أن المحادثات انصبت بشكل خاص حول حوادث تدنيس المصحف الشريف. يعني احنا يا خاوتي بيناتنا واش عندنا بيننا وبين السويد من غير هذو الأمور؟ حيث أعرب الوزير السويدي عن أسف بلده البالغ ورفضها القاطع لمثل هذه الأفعال التي وصفها بالدنيئة. ولكن خاوتي هذا ما شفناش في أرض الواقع، بل شفنا أن الدولة كانت تحميهم. في السياق ذاته ذكر توبايس يعني هذا السفير بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلده على ردع مثل هذه التصرفات. يعني قالوا بلي ودي احنا الحكومة تاعنا عاطية الحرية لهذا الناس وحنا ما نقدروا نديروا والو، ولكن نحن نندد. الجزائر طبعا ما اقتنعتش بهذا الامر وقالت بلي لا، يجب ان تقوموا بحل لهذا الموضوع، ما تجيبليش انا تبريرات غبية مثل هذه. أيضا شدد عطاف على أن هذه التصرفات نكراء تتنافى وقيم التقاليد السويدية في التفتح والتعايش ومد يد العون، لأنه يعني السويد من القديم معروفة على أنها دولة جميلة وفيها كثير من التسامح والتعارف، لكن أمور مثل هذه جعلت الجزائر تغضب. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أمس الاثنين استدعاء أهل السفيرين. ثم أخوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ هل ترون أن هذا التبرير كافي أم ترون أنه يجب قطع العلاقات مع السويد فأصلا الجزائر ما يستفيد منها ولو؟ خبرونا لكم في التعليقات حول هذا الموضوع خاوتي، فرأيكم يهمنا كثيرا. في رانا وصلنا لي في تاع الآخر تاع الفيديو، نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وطبعا ما تنسوناش خاوتي اضغطونا على زر الإعجاب واشتركوا في هذه القناة لمزيد من الأخبار. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.